سيادة النائب، صباح الورد عليك يا فندم. صباح الورد يا فندم، صباح أولا الخير. ألف سلامة على السادة النواب، وعايزين نطمن من حضرتك بالظبط إيه هي الحالة الصحية يعني بنتكلم عن 3 نواب حتى الآن، إيه هي حالتهم الصحية ويعني وصلت هو الأمور طبعا معاهم لإيه بالظبط، وكمان يعني البرلمان كده بالظبط إيه الخطوات اللي جاية بالظبط؟ شوف حضرتك، طبعا احنا يعني بنتمنى الشفاء لكل مواطني مصر، يا رب. وربنا يشيل الجائحة ديت على خير إن شاء الله بإذن الله. نتمنى للسادة النواب إنهم يطلعوا بالسلامة لذويهم وأهلهم. يمكن عندنا لسه مكلمين حالة مستقرة بالنسبة للنائبة نشوى والنائب عمر وطني، والنائبة شيرين طلعت من تقريبا قبل العيد. لكن ده بيدل، ده يمكن رسالة قوية جدا لكل الناس، إن إحنا بنقول إن الفيروس ما بيميز، الفيروس منتشر، الفيروس إحنا النهارده الدولة بتحذر، أو كل المؤسسات وزارة الصحة بتحاول إنها تنشر الوعي للناس وتقول إن إحنا في ذروة حاليا الأعداد تخطط الألف. لازم في وعي كامل للمواطنين، وده مهم جدا جدا ان احنا نوصله للناس، لان احنا لو احنا الناس كلها لبست كمامه ان الاصابه هتقل عن 90% على فكره. سيادة النائب، يعني بعد ثبوت إصابة 3 من أعضاء مجلس النواب بفيروس الكورونا، إيه الإجراءات اللي هيتم اتخاذها يعني مستجدة في الجلسات القادمة؟ لا، هو طبعا هي نفس الإجراءات. احنا طبعا عندنا التعاون مع وزارة الدفاع، ان احنا الانتاج الحربي، ان احنا عندنا بوابات التعقيم، وبناخد نقيس حراره كل الساده النواب وكل المرافقين ليهم وكل الزوار حتى والموظفين. بناخد في بنوزع على كل نائب ازازه كحول. في ارشادات موجوده للساده النواب، وضعين علامه استرشاديه للتباعد الاجتماعي الامن بالنسبه للنواب. بنوزع كمامات على كل الساده الحضور من على البوابه بره، اللي معهوش كمامه بنديله كمامه. كل هذه الامور دي المتبعه، وده امر. الامر الثاني، احنا بنقول ان مجلس النواب عنده في اتفاقات دوليه وفي مشروعات قوانين وفي تعديلات محتاجها لاحداث تنميه في البلد، فلازم المجلس النواب ينعقد ولازم الحياه تستمر. طبعا بكل تاكيد. النهارده في استراتيجيه للعالم كله، النهارده هو كيفيه التعايش مع كورونا. وده امر على فكره معادله صعبه جدا، انت يعني في وباء موجود وفي تحدي، وانا بقول ده تحدي كبير جدا جدا للبشريه مع هذا الفيروس او هذا المرض. لازم الناس كلها تبقى عندها قدره على النظره للمستقبل والتحديات اللي موجوده، وان احنا نغير عادات كثيره جدا جدا. انا بقول لحضرتك لو الشعب كله لبس كمامه كل يوم، انا بقول لحضرتك الاصابات هتقل فوق 90%، وده حصل في دول يعني. طيب سياده النائب، احنا داخلين زي ما حضرتك عارف على يعني ربما يكون في دعايه انتخابيه في المرحله الحاليه زي ما حضرتك عارف، وده بيخلي شويه انه في جزء كبير من الاحتكاك ما بين اعضاء مجلس النواب والمواطنين في دوائرهم. هل اتكلمتوا يعني حصل نقاش في هذا الامر داخل مجلس النواب، ووصلتوا لايه في هذه النقطه تحديدا؟ لا، هو طبعا من المحتمل وتوقع دخول قوانين الانتخابات في الجلسات القادمه ومناقشتها، وبعد كده هتوضح الصوره بالنسبه لمعالم الانتخابات القادمه سواء مجلس النواب او مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر والشكل. هيبدا بعد كده النواب يعملوا فعلا لقاءات مع دوائرهم في المحافظات، ولكن حتى الان ما فيش صوره واضحه في هذا الامر. لا، الى الان لم يتم. طيب، يعني دايما اتكلم عن الحقيقه، اذا كان هناك جدول اعمال هينزل في قوانين الانتخابات، لما تنزل نتكلم، لان النهارده في الرؤيه مش موجوده الى الان. اكيد طبعا، لهذا الظرف الطارئ. بنشكرك شكرا جزيلا سياده النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وكل التمنيات بالسلامه للساده النواب ولكل اعضاء مجلس النواب، وكمان كل الشعب المصري وكل العالم باذن الله.